أريد أني أتأمل معكم في أحد المزامير، في مزمور إلى متى يا رب تنساني، مزمور 12 في بعض النسخ و13 في بعض النسخ، لأنه يناسب التجربة والآلام إلى آخر. نقول المزمور وبعدين نتأمل فيه. بيقول داود النبي: إلى متى يا رب تنساني؟ إلى الانقضاء. حتى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار كله؟ وبعدين يقول: انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لألا أنام نوم الوفاة، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه، الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لاسم الرب العالي. أليلو. مزمور عبارة عن شكوى لله، إنسان بيستغيث بربنا في ضيقة، إنسان بيعاتب ربنا، بيدخل معاه في نقاش، ليس عن تذمر ولا عن قلق، لكن إلحاح، عايش تعبان وضعيف وأعداءه أقوى منه، فبيقول له: يا رب ملياش غيرك، أنا أعمل إيه؟ ده أنت بتقول بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا، فأنا بلجأ إليك، ليس لأن أعدائي أقوى مني، وإنما لأنك أنت نسيني. فإمتى لإمتى تنساني؟ لإمتى تنساني؟ حالة إنسان عاش في ضيقة والضيقة طالت عليه، طال الوقت بتاعها، فتعب. دايما الضيقة بتبقى طويلة، وقتها طويل، أوقات المتعة والفرح بتمشي بسرعة، واحد يكون في متعة ما بيحسش بالوقت، لكن لما بيكون في ضيقة بيطول الوقت ويبقى تعبان. ساعة واحدة من الضيقة أكتر من شهر في المتعة، 5 دقايق عند مريض بالسرطان أصعب من 3-4 أشهر عند واحد تاني، مقاييس الزمن بتختلف. أوقات الضيقة طويلة زي ليالي الشتاء، باردة وطويلة، تعبان. فلما بيتعب بيقول له: إلى متى؟ ليه يا رب أنت ساكت؟ ليه ما بتشتغلش؟ فين رحمتك؟ فين محبتك؟ فين حنانك؟ إلى متى يا رب تنساني؟ عبارة إلى متى قالها داود في المزمور ده 4 مرات. قال: إلى متى يا رب تنساني؟ حتى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار كله؟ إلى متى؟ اسرع واشتغل، قم أيها الرب الإله، قوم اشتغل. ساكت ليه؟ سايب أعدائي بينتصروا عليا ليه؟ ربنا بيحب الخناق معاه، يعني ما تضايقوش. يعني لما يعقوب صارع مع الرب، ربنا ما تضايقش، صارع انت مع الرب، اتخانق معاه، عاتبه، قل له: إلى متى؟ قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك. لكن يعني إن جيتوا للحقيقة،
داود بيعاتب ربنا، وأنا أحيانا أحب أعاتب داود، يعني تقول له إلى متى يا رب تنساني؟ ربنا عمره ما ينسى حد. جبتها منين تنساني دي؟ ربنا ما بينساش حد. ده بيقول إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. ده بيقول نقشتكم على كفي. هو الإنسان في وقت الضيقة قد يشعر أحيانا بالتخلي، بأن النعمة تخلت عنه. اللي عنده إيمان كبير ما يقولش لربنا إنك أنت تنساني أبدا، بس ساعات الضيقة بتهز الإنسان فبيقول له إلى متى يا رب تنساني. هقول لكم حكاية في مسألة ربنا ينسى الإنسان. جايز في وقت من الأوقات النعمة تتخلى تخليا مؤقتا لكي يكتسب الإنسان فضيلة، يكتسب شيء من التواضع، يكتسب خبرة روحية. لما يلاقي نفسه في الحالة دي يصلي، يزود أصوامه، يعمق صلته بربنا، فبيستفيد من التخلي. دي بتشبه لي بحكاية الأم ابنها لو شالته على كتفها طول عمره يصب لين في العظام، ما ينفعش تسيبه على الأرض يهمل، يقوم يروح واقع يعيط، تسيبه يعيط. ما هو لو ما كانش هو يهمل ويقوم ويشتد عظامه هتفضل طرية ويتعب طول عمره. لكن إن لقيته هيجرى له حاجة تروح مسكاه على طول، لكن تسيبه يبتدي يأخذ خبرات في المشي. زي النسر لما يعلم فراخه الطيران يشيلهم على جناحته ويروح رميهم في الهواء، يقعد يجري يجري يجري، لو لقاهم هيقعوا يرجع تاني وياخدهم على أجنحته. لكن علشان يعلمهم الطيران لازم يرميهم ويبتدوا يتعلموا. ولا هيتعلموا ازاي؟ شفت مرة أب بيعلم ابنه العوم، خده على دراعته كده في المية وقعد يوريله يشتغل ايه، وبعدين راح سايبه. التاني قعد يمد ايديه ورجليه، لو صرخ وهيقع يروح واخده تحت ايديه تاني. لكن لازم يسيبه يختبر الحياة، يتمرن، يحرك جسمه. كذلك في الحياة الروحية ربنا بيدينا فرصة ان احنا نجرب الحياة. ما بيكونش نوع من التخلي الا نوع من التدريب، لكن مش من التخلي. يعني مثلا ربنا يقول لداود انا هسيبك مع شاول يدوخك شويه، يطاردك من بريه الى بريه، من مدينه الى مدينه، مش معناها ان انا تخليت عليه، انا بسيبك لغايه لما تتمرن في الحياه الروحيه، تتمرن على الصلاه، تتمرن على الصوم، تتمرن على المزامير، تتمرن على الكفاح، شخصيتك تقوى، عظامك تشتد. لذلك داود قال مبارك الرب الذي علم يدي القتال وأصابع الحرب. علمه، مرنه. ربنا ساب داود يتحمل متاعب شاول لكي يأخذ بركة الضيقة ونعمة الضيقة والخبرات الروحية اللي ما تجيش إلا في الضيقة. ساب يعقوب أب الآباء يتمرن مع لابان، لابان دوخه، يتمرن. هو الواحد كده يشيلوه على كتفهم طول العمر؟ ده ما ينفعش الكلام ده. وربنا ساب الكنيسة مثلا في العصر الروماني
تتدرب على متاعب الرومان ومكايد اليهود وجدال الفلاسفة. لما الكنيسة قويت وقدمت لنا مجموعة من الشهداء، ما يقولش بقى إلى متى يا رب تنساني، لا أنا مش نسيكم، أنا حطيتكم في الضيقة عشان تاخدوا بركة الضيقة، حطيتكم في الضيقة عشان تاخدوا خبرة روحية، حطيتكم في الضيقة عشان تتمرنوا على الصلاة. طب وداود لولا انه كان دخل في الضيقة كان هيقدر يقدم لنا المزامير دي؟ مش ممكن. حاجة تاني، اذا اصبت الضيقة بدل ما تقول الى متى يا رب تنساني، ابحث، ربما سبب الضيقة فيك انت من جوه، ربما الضيقة جاية بسببك مش بسبب خارجي. على الأقل ربما انت بتصرخ وتقول الى متى يا رب تنساني بسبب ان ينقصك شيء من الصبر او ينقصك شيء من الاحتمال، لان اللي عنده صبر وعنده احتمال مش هيقول تنساني. لكن اللي بيتعب من الضيقة يفتكر ان الضيقة طويلة ومتعبة. شوفوا يعقوب أب الآباء كان بيحب رحيل، وبعدين عايز ياخدها من أبوها، فقال له تخدمني 7 سنوات. خدم 7 سنوات من أجل رحيل، الشمس تخبطه بالليل، الشمس تخبطه بالنهار، والبرد يقرصه بالليل تعبان، وخدعوه وادوله ليئة وقالوا له طيب اخدم كمان 7 سنوات برحيل. 14 سنة. الكتاب يقول ايه؟ وكانت في عينيه كأيام قليلة من اجل محبته ليه. يعني الحب اللي عنده ما خلهوش يشعر بالتعب، ما خلهوش يشعر بال14 سنة مرت عليه كأيام قليلة من اجل محبته له. كذلك الشهداء مرت عليهم المتاعب خفيفة من أجل محبتهم لله، زي ما احنا بنقول في القسمة، بنقول من أجل عظم محبتهم للملك المسيح. لكن انت على الأقل ابحث، ربما تجد السبب في داخلك، ابحث عن سبب الضيقة. حاجة تاني، لا تركز في الضيقة إنما ركز في ربنا. طول ما انت قاعد تفكر في الضيقة كيف هي وكيف جاءت وكيف تطول وإمتى هتتعب، ضع ربنا بينك وبين الضيقة فما تشوفش الضيقة. لكن لو وضعت الضيقة بينك وبين ربنا هتتعب. موسى النبي كان قصاده ضيقات، ده لما جه يخرج من ارض مصر البحر قصاده والعدو من وراه والشعب متذمر عليه، لا لقيها من فرعون وجنوده، ولا ملاقيها من الشعب المتذمر، ولا لقيها من المتاعب اللي قصاده، لكن مع ذلك ما تعبش وما قالش إلى متى يا رب تنساني. قال للناس الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ما تخافوش أبدا. لا تركز في الأحزان، انساها، اشغل نفسك بالإيمان تنساها، بالصلاة تنساها، بتذكرك لوعود الله وإحساناته تنساها. زمان كنت بقول للناس في 3 كلمات تقولها في الضيقات تخف عليك. كلمة ربنا موجود، دام ربنا موجود هيشيل الحبل عنك.
كلمة مصير هتنتهي، ما فيش مشكلة بتقعد طول العمر، هتنتهي هتنتهي. وكلمة كله للخير، فلما تشعر ان الضيقة للخير وانها لازم هتنتهي وان ربنا هيخش فيها مش هتتعب. العجيب في داود احسن نفتكر انه لما قال الى متى يا رب تنساني، يعني مستواه ضعف. لا، العجيب في داود ان يبتدي المزمور بالشكوى وينهيه بالفرح والامل والرجاء. ازاي؟ اول المزمور يقول الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء، واخر المزمور يقول انظر واستجب لي يا رب وإلهي لئلا يقول عدوي اني قد قويت عليه. يقول الذين يحزنونني يتهللون ان انا زللت، اما انا فعلى رحمتك توكلت. يبتهج قلبي بخلاصك، يبتهج، ده اللي كان بيقول الى متى تنساني، يبتهج قلبي بخلاصك أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لإسم الرب العالي. الليل وياه يبتدي بالأنين وينتهي بالابتهاج بالتسبحة بالترتيل فرحان. دي طريقة داود في كثير جدا من مزاميره، يبتدي يشكو لربنا ويتكلم عن تعبه، وفيما هو يتكلم عن تعبه يحس بعمل الله، يحس باستجابة الله، فيفرح فيشكر فيبتهج فيرتل فيهلل، والمزمور يبقى أوله غير آخر. هذه طريقة أولاد الله. المتاعب لا تحصرهم أبدا، يتكلم عن متاعبه وبعدين يقول أبتهج، يبتهج قلبي بخلاصه أسبح الرب المحسن إلي أرتل لإسم الرب العالي. دي طريقة داود. بيقول إلى متى يا رب تنساني؟ الله لا ينسى أولاده أبدا، لكن الواحد عايز يحس بإن ربنا بيشتغل. هو ربنا بيشتغل بيشتغل، بس جايز الإنسان مش حاسس ان ربنا بيشتغل. يعني انا عارف يا رب انك بتشتغل، بس اديني ان اشعر، زي ما بيقول ارنا يا رب رحمتك، ورينا ورينا شغلك. جايز ربنا يقول داود يقول له مش انا اللي نسيك، انت اللي نسيني، انت اللي ناسي محبتي وناسي عملي. داود يقول له حتى يا رب لو انا نسيك ليه تسيبني انساك؟ اشتغل معايا وما تخلينيش انساك. حتى لو انا مش شايف محبتك وريني انت، افرض ان انا ضعيف الدين، ما تسيبنيش كده. حكاية ينسى يا ما داود قالها في مزمور 42 9 و10، يقول له لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ شوفوا الكلام، عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ في مزمور 44 24 بيقول لربنا استيقظ، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، لا ترفض الى الابد، لا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا، لان انفسنا منحنيه الى التراب. لا تسلم، في مزمور 74، لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. ربنا ما بينساش أبدا، وخصوصا أولاده
اللي بيحبهم ما ينساهمش أبدا. دائما بيشتغل سواء رأينا أو لم نرى. شوفوا ربنا بيقول كلمة جميلة، بيقول أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا يسقط بدون أبيكم؟ عصفور زمان كان رخيص أوي، مش ممكن. ليس شيء منسي، كلمة تنساني إلى الانقضاء في بعض الترجمات تنساني كل النسيان، يعني على طول. تحجب وجهك عني، إلى متى تحجب وجهك عني؟ ده لو ربنا حجب وجهه عن إنسان يضيع. اللي قال تحجب وجهك عني أول واحد قالها قايين، قال له ها قد طرحتني من قدام وجهك. ربنا ما بيحجبش وجهه عن حد. أنا فاكر حصلت دي مرة وكنت في الصحراء بتمشى وقت الغروب وشفت الشمس في آخر الأفق، وفضلت الشمس تنزل 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 إلى أن اختفت. فكتبت في النوتة بتاعتي هذه العبارة، قلت لم يحدث أن الشمس أخفت وجهها عن الأرض، إنما هي الأرض التي أدارت ظهرها للشمس، لأن الشمس هي اللي بتلف حولين الأرض. فلما اختفت الشمس كانت الأرض هي اللي أدارت ظهرها، مش الشمس اختفت، الشمس واقفة محلها. فأحيانا كلمة تحجب وجهك عني، منكون إحنا اللي بعدنا عن ربنا مش ربنا اللي بعد عننا. ما بتكونش النعمة فرقتنا، بس إحنا مش حاسين بالنعمة. ده ربنا بيقول في سفر أشعية للكنيسة، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. ساعات ربنا يحجب وجهه عن الناس اللي عايشين في حياة شكلية أو بعيد عنه. شوفوا في كلمة صعبة جدا في أشعياء إصحاح 1، لما ربنا رفض العبادة الشكلية الخالية من الروح وعبادة مع وجود الخطية، فقال لبني إسرائيل في ذلك الحين، قال لهم حين تبسطون أيديكم أحجب وجهي عنكم، أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ أيديكم ملآنة دما. أهو ده الكلام بتاع تحجب وجهك عني. حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. طب وإيه الحكاية؟ هلما نتحاجج، يقول الرب، إن شعرت إن ربنا بعد عنك ما تقعدش تعاتب كتير في ربنا، إنما فكر في نفسك، إيه السبب؟ ربما السبب مني، ربما أنا اللي زعلت ربنا، ربما أنا اللي بعدت. كلمة قالها القديس أوغسطينوس في اعترافاته، قال له لقد كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. أنت كنت معايا لكن أنا ما كنتش معاك، ما كنتش حاسس بيه. ربما خطايانا هي اللي السبب في أن احنا ما بنشعرش بالوجود الإلهي. ربما خطايانا عاملة زي ست بيننا وبين ربنا فمش شايفينه. لو أزلنا هذه الخطايا نراه. ابحث في قلبك، نظفه،
في آية جميلة ربنا بيقول فيها إيه؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. نقول له أنت يا رب اللي نسينا؟ لا يا رب، إحنا اللي نسينا. منذ متى حتى متى تحجب وجهك عني؟ شوفوا لما أخطأ آدم وحواء اختبأوا وراء الأشجار فما شافوش وجه ربنا. هل ربنا هو اللي حجب وجهه ولا هم من خطيتهم استخبوا وما شافوش وجه ربنا؟ ده اللي بيحصل مع كثيرين. المسائل دي اللي قيلت في المزمور، إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء، حتى متى تحجب وجهك عني، إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلب النهار كله، إلى متى يرتفع عدوي علي، ممكن تؤخذ من الناحية المادية وممكن تؤخذ من الناحية الروحية. من ناحية المادية زي إنسان تعبان في حياته العملية، تعبان في حياته الاجتماعية، تعبان في حياته المادية، أعداءه كتير، بيفشل في حياته. وممكن من الناحية الروحية الإنسان يشعر إن مفيش علاقة بينه وبين ربنا، مفيش علاقة. إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلب النهار كله؟ الأفكار اللي ماشية معايا، الشهوات اللي ماشية معايا، المشاعر اللي ماشية معايا، الخطية اللي ماشية معايا، إلى متى يا رب؟ لإمتى هقعد أردد الحاجات دي كلها في قلبي؟ لإمتى؟ لأنك أنت حامل همك لوحدك. إلقي على الرب همك وهو يعولك. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلي حياتك تتجه إلى الله وتتكل عليه وتقول له نجيني يا رب من الخطية الفلانية، نجيني يا رب من الخطية الفلانية، نجيني يا رب من الأفكار دي اللي تعباني، نجيني من المشاعر اللي مدوخاني، نجيني من العادة دي اللي أنا مش قادر عليها. كلمة لطيفة وردت في سفر أرميا النبي إصحاح 31 بيقول إيه؟ توبني يا رب فأتوب. جميلة أوي، مش أنا اللي هتوب، توبني يا رب فأتوب، أنت توبني. داود يقول إيه؟ علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك، انت اللي ترشدني في الطريق التي اسير فيها. علمني يا رب طرقك. بيقول الى متى يرتفع عدوي علي؟ ممكن ناخدها في النواحي العلاقات، ان عدوي يرتفع على واحد. وممكن الى متى يرتفع عدوي علي؟ الى متى الشيطان يغلبني؟ لإمتى الشيطان يغلبني؟ لإمتى الأفكار الوحشة تغلبني؟ لإمتى التصرفات الخطأ تغلبني؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ ربنا لم يعطي عدوك تسلطا عليك، ده من أول الخليقة قال اخضعوها وتسلطوا عليها. ربنا أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا يوجد للعدو السلطان علينا إلا لو سلمناه إرادتنا، إلا لو خضعنا بإرادتنا. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ عدوك لا يرتفع عليك إلا لو أنت خضعت ليه، على رأي المثل اللي بيقول إن العبيد هم الذين يخلقون السادة، سواء في الحياة العامة أو حتى في الحياة الروحية. أنت تستعبد لخطية لما تعطيها الفرصة أنها تسود عليك، يجي لك الفكر تطرده، يجي لك شهوة تطردها،
لا تجعل العدو يعني تضيع هيبتك أمامه. أنت لك هيبة كابن لله، لكن بتفقد الهيبة لما بتستسلم للعدو. واحد يقول إلى متى يا رب ينتصر الشر على الخير؟ إلى متى يستطيع هيرودس أن يقتل المعمدان؟ إلى متى يستطيع هابيل أن قايين أن يقتل هابيل؟ إلى متى يستطيع الشيطان أن يكون له مملكة؟ لا أبدا. هيرودس قتل المعمدان وبقى يخاف منه حتى بعد ما مات. قايين قتل هابيل وقعد مرعوش تعبان وخايف، وقال أنا بقيت تائها وهاربا في الأرض، يكون كل من وجدني يقتلني. هو اللي بقى مرعوب. ما تفتكروش الشر يقدر على الخير أبدا. الشر زي شوية دخان كده يطلعوا لفوق ويرتفعوا ويتبددوا، والخير يبقى قويا ما هو تحت. حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. قال له انظر واستجب لي يا ربي وإلهي. طيب ربنا هيستجيب لي؟ قال له أنر عيني لألا أنام نوم الوفاة. يا ريت كل واحد يقول العبارة دي، أنر عيني لألا أنام نوم الوفاة. ساعات الخطية بتجيب ظلمة، الواحد ما بيشوفش الخير من الشر، ما بيشوفش النافع ليه من الضار ليه، عايز استنارة من الروح القدس. بيقول له اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. أنر يا رب عيني. في شيء اسمه العمى الروحي، إن الواحد ما بيكونش شايف. بيقول لهم عيون ولكنها لا تبصر. اكشف عن عيني لأرى رحمتك، لأرى قوتك، لأرى إيدك اللي بتشتغل، لأرى نعمتك العاملة معي. أنر يا رب عيني، اديني استنارة من جوه. ربنا قال لتلاميذه، قال لهم طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يا ريت نصلي إن ربنا ينير عن أعيننا. لما جنود العدو أحاطت بالسامرة وارتعب جحزي وقال لمعلمه إليشع خايف، فإليشع قال افتح يا رب عيني الغلام ليرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا. في كل ضيقة تصيبك قل أنر يا رب عيني لأرى قوتك المحيطة بي، لأرى ملائكتك الحافظة لي، لأرى عمل روحك القدوس. أنر يا رب عيني لألا أنام نوم الوفاة، لألا أضيع. ده نوم الوفاة يرمز للخطية أيضا، ويرمز لنوم الأشرار الذين لا رجاء لهم. أنر يا رب عيني. في إنسان عينه مفتحة وإنسان عينه لا ترى شيئا من مراحم الله. أنر عيني لألا أنام نوم الوفاة، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. حاجة كان داود بيخاف منها باستمرار وهي شماتة الأعداء، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الشياطين تشمت بالإنسان الخاطئ، زي ما بنقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، نقول يكون فرح عند الشياطين ببار واحد يسقط. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا سقطت. أدي داود بيقول كده، الذين يحزنونني يتهللون إن أنا سقطت. الشياطين تفرح إذا أنت وقعت، وأيضا جنود الشياطين تفرح بسقوط المؤمن. دايما كده
كلمة قالها ناثان النبي لداود لما جه يكشف له خطيته علشان يتوب بعد ما أخطأ إلى زوجة أوريا الحسي. في التوبيخ اللي قاله له قال له إيه؟ قال له لأنك جعلت أعداء الله يشبتون. كلمة صعبة، لأنك جعلت أعداء الله يشمتون. هذه الشماتة، شماتة الأعداء، كان داود بيتعب منها جدا جدا، لدرجة كان بيصلي من أجلها، يقول له لا تشمت بي أعدائي، أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. لما انت بتقع في الخطية بيشمت الشيطان، يشمت قصاد ربنا كده، يقول له ايه ادي اللي انت خليته ابني ليك وولدته بالميلاد الجديد وجعلته هيكل للروح القدس وخليت روحك القدس يسكن فيه وخليت النعمة تشتغل، اديك شايفه اهو. ها نقول ايه؟ حاجة شماتة متعبة. ده يعني مفروض انك انت ما تخليش اعداء الله يشمتون. زي ما كانت فنانة بتشمت في حنة انها ما بتخلفش عيال، حاجة بيقول كانت بتغص تشمت فيه، ومع ذلك يقول له اما انا فعلى رحمتك توكلت، ما دام قوتي مش نافعه انا اتكل على رحمتك، خير لي الالتصاق بالرب وان اجعل على الرب اتكالي، لان اسم الرب برج حصين يبتهج قلبي بخلاصك، وسبح اسم الرب العالي. وهو تعبان التعب ده كله يقول له يبتهج قلبي بخلاصك، ازاي؟ بالايمان كان شايف عمل ربنا، بالايمان كان متاكد ان ربنا هيخش في الموضوع فيما هو يدعو اني انا استجيب. ده لما داود قال يبتهج قلبي بخلاصك مفيش شك كان اعتذار عن عباره الى متى يا رب تنساني، قال له سحبت كلمة إلى متى يا رب تنساني، أنا بقول دلوقتي يبتهج قلبي بخلاصك. القيثارة المحطمة بدأت أوتارها تشتد مرة أخرى لكي يسبح للرب تسبيحا جديدا، بيقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، لأن عيني استنيرت، لأن شفت رحمتك، الآن أرى الذين معي أكثر من الذين علي، أرى عصاك وعكازك هما يعزيانني، الفخ انكسر ونحن نجونا. ده كلام داود الجميل، يقول لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. نذكر هذا المزمور ونذكر عمل الله مع كل الذين هم في ضيقة. اتفضلوا صلوا.